ست ليلى مرحبا، طمنينا شو شايفتينا شي جديد اليوم 20 آب أغسطس 2020. دايما نحن بنستلهم منك ومنطرق ومنسمعك. هاي زياد، كيفك؟ بدي أقول لكل المستمعين اللي بيحبوني واللي ما بيحبوني، لكل العالم لهم مساء الخير. شو بدي اقول لك؟ شايف في كم شغله يعني هلا بهالقرب ممكن انه يصيروا. اول شيء عندك اليونيفيل، بشوفها بارض مطار بيروت، بارض مطار بيروت اليونيفيل، وبشوفهم بقلب المرفأ على البور، مسكين المرفأ، واليونيفيل بقلب مطار بيروت كمان على أرض المطار. هلأ ليش وكيف ما بعرف. وتاني شي سبحان الله الشيخ سعد الحريري يلي بكن له كل احترام ومحبة وتقدير، أنا ما بشوف غيره برئاسة الحكومة. حلو. إن كان اليوم ولا إن كان بعد شهر ولا بعد قدي، هو رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري لا محالة. ثالث شغلة بشوف انه الرئيس الامريكاني دونالد ترامب بيعمل اتفاقية مع ايران على السلاح النووي. ترجع الاتفاقية بتمشي بالنسبة للسلاح النووي مع ايران. هلا قبل الانتخابات بعد الانتخابات العلم عند الله. لكن بشوف بيصير في اتفاقية. وفي تسويات كتير بدها تصير بالمنطقة، وفي مصالحات بدنا نشوفها. لبنان هلا بفترة صعبة رح يمرق بفترة صعبة، لكن لو مرق بفترة صعبة زياد، أنا بشوف إنه الازدهار جاي على البلد. وأنا قلتها بعدة محطات تلفزيونية، قلت إنه أنا ما حدا يترك لبنان لأنه جاي على ازدهار كتير كبير البلد، وحيفتح على السياحة، وحيرجع يفتح، حيرجع لبنان سويسرا الشرق. أنا متفائلة للبنان لبعدين. بقولوا لي ليلى أيامنا، أكيد أيامنا. وبإذن الله، بإذن الله السنة 21-22 حيكونوا منيح على لبنان. وبالنسبة إنه في ناس كتير عم تتمسخر، بدي أقول لك يا زياد انه 99 من توقعاتي الصادمه اللي 90% اللي قلتها، نعم 90% وصارت. وقفت العالم لتشوف الناس كيف هالقد سخيفه على صيفيه حلوه. بتمنى تكون احلى صيفيه بلبنان وصيفيه حلوه من كيفيهم، لانه نحن شعب ما بيموت. صح. بتكون لبنان كل عمره لبنان، اللي هن منهم عارفينها كل عمره لبنان، شو ما كان يصير من 75 لليوم زياد، وقت اللي كان يصير في ضرب وقنابل وانفجارات وكذا، بتلاقي اللبناني بيرجع بيعمر وبيرجع بيروح بيسهر وبيرجع بيكون كأنه ما في شيء. هيدا الشعب اللبناني، وهيدي إرادة الشعب اللبناني. والصيفية بعدة مناطق بلبنان هي صيفية منيحة، نحن معودين على هيك. صحيح. فشو ما بدهم يقولوا، لأنه ما لقيوا شيء تيقولوه، فمن كيفيهم بدها تيجي صيفية حلوة وشتوية حلوة وخريف حلو وربيع حلو على لبنان، وإن شاء الله كل أيام لبنان بتكون ربيع مش خريف، ربيع. ست ليلى، عربياً شايفة شيء؟ في مصالحات بعد؟ عربياً في مصالحات طبعاً. أكثر شيء المملكة العربية السعودية، الله يطول بعمر الملك وولي العهد حفظه الله محمد بن سلمان، يلي أنا ما بعرف عن يعني يلي عم بيعملوا، اللي عم بيعملوا للدول العربية، واللي عم بيعملوا، بتمنى إنه كل الدول العربية يكونوا محمد بن سلمان الله يحفظه. أنا بشوف إنه في مصالحات حتصير. نعم. بين الدول العربية يلي مثل بين قطر والسعودية، بين قطر ومصر، يلي رح يقوم فيها ما حدا إلا ولي العهد محمد بن سلمان. السعودية حكيت عنها وقلت أوروبا الثاني رح يصير بكذا بكذا محل، ودبي نفس الشيء.
يلي عمله الشيخ محمد بن زايد، أنا كنت حكي عنه وكنت قايلة الإمارات بأي دور بدها تقوم فيه. هلأ كيف وليه؟ سبحان الله، ربنا هو بحط الوقت زياد. صحيح صح، عرفت؟ صح. وبالنسبة لليبيا، ليبيا هلأ اللواء حفتر موجود، أنا بشوف في انتصارات كثيرة للواء حفتر، لكن لبعدين يعني ما بشوفه بكفي بليبيا. بنرجع بنقول انه ليبيا سيف الاسلام القذافي هو الحل الوحيد، مثل ما قلت عن الشيخ سعد الحريري عنا بلبنان، سيف الاسلام القذافي راجع لليبيا، راجع لليبيا. طيب عن العراق دائما بيسالوا انه انت دائما ما بتحكي عن العراق. العراق دائما بالعكس حكيت عنها كثير للعراق، وقلت العراق رح ترجع خضرة ورح يرجع في مصالحات بين القبائل العراقيه كلهم، وحترجع العراق العالم تسافر للعراق وترجع فيها الشغل والاقتصاد والازدهار، هيدا موقت بالعراق. نعم. العراق حيكون كمان في حفظ السلام، ليبيا حيكون فيها حفظ السلام ضد السلاح اللي مش سلاح الدولي، لا سلاح إلا لسلاح الجيش العراقي، لا سلاح إلا لسلاح الجيش الليبي، هيدا اللي بشوفه لبعدين. نعم. ومصر كمان حتلعب دور، مصر والسعودية حيلعبوا دور كبير بالمنطقة، بالمنطقة العربية كلها، بالمنطقة العربية كلها. صحيح. طيب آخر سؤالين عن كورونا، كالعادة كل يوم بيسألونا عن كورونا. شوف كورونا رح أقول لك شغلة، بكل الدول، بكل الدول العالم، نحن عنا من فوق 200 دولة بالعالم، بكل دول العالم بنشوف أنه الكورونا هي فيروس اللي هو الرشح والسعلة والحرارة، بكل دول العالم بتصير، بدنا نتعامل مع الكمامة لفترة سيزياد. نعم. لفترة، لكن أنا بشوف أنه الكورونا بدها تنتهي. هلا كل فترة بيخلقوا لنا أمراض أو بتجي أمراض تانية، بس أنا بشوف أنه كورونا شوي 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 بدها تخف، بدها تختفي، خلص بدها تختفي، والعالم بيرجع طبيعي والمطارات كلها بتفتح وكل شيء حيكون من 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 احسن ما يكون، على ازدهار بكل الدول باذن الله ان شاء الله. دولار بلبنان هلا عم نشوف شوي عم بيوطى، شوي عم بيعلى، شوي عم بيلعب، يعني لعبه الدولار هي بينزل وبيطلع بينزل وبيطلع. انا الشهر الجاي اللي هو بشهر 9 شهر 10 بنرجع بنشوفه عم يعلى، رح يعلى شوي، رح يرجع يعلى الدولار. نعم. رح يرجع يعلى، لو وصل للعشرة أو لل 15 زياد بنرجع بنشوف الدولار بينزل، بيرجع بينزل، لكن بفترة بده يعلى. على حتى لو فات يمكن ملايين على البلد، الدولار بده يعلى، ما رح يضل. لو نزل ترى، لو نزل، لو نزل لليسد يا سيدي للثلاثة، لو نزل للأربعة للخمسة بده يرجع يطلع، ما في. والذهب، الذهب بده يوصل لأعلى مستوى، أعلى من بيعلى عن الدولار مثل ما بقولوا، عن مستوى تاريخي، يعني مستوى تاريخي. على على الذهب هو عملة العالم بالمستقبل، هي الذهب. اللي عمله الذهب، اللي عنده ذهب هو الغني. حلو. لأنه الذهب لا بيتصدى ولا بيتزور، ذهب ذهب. حيجي يوم ارتفاع الذهب حيكون جنوني. حلو. الذهب مش ولا يشتروا شوية ذهب وبعد سنة سنتين يقولوا يي وطي، لا، بدهم يناموا عليهم، يعني يناموا عليهم بالضبط. هذا طيب. هذا اللي انا بشوفه. ست ليلى، نحن بدي منك وعد للمشاهدين بحلقه كامله. نعم. طويله. أكيد. مطوله، هذا اللي رح يصير. تسمع فيهم اسئلتهم للناس. في شغله رح اقول لك عنها. تفضلي. حلقه راس السنه حتكون عبر اليوتيوب تبعي فقط. فقط. حصريا يعني. حصريا. اوكي. وبوعدهم انه الشهر الجاي رح اعمل حلقه وخصص لكل الدول، خصوصا فلسطين العزيزه على قلبنا، والدول العربيه، الكويت، العراق، مصر، السعوديه، قطر، الكويت، سوريا، تونس، الجزائر، المغرب، المغرب العزيزه كمان، وسوريا كمان. سوريا بدها تزدهر، سوريا رح ترجع مثل الاول واحسن ان شاء الله يا رب، واحسن بكثير. طب استراليا، كندا، يعني عم نشوف اللبنانيه عم تروح بتسهر بسوريا. صح، هذا اللي حنشوفه. صح، سوريا بتزدهر.
استراليا، كندا، امريكا كمان ما بنوعدهم ل بنوعدهم باستراليا، بكندا، فنزويلا، كل هيدي سويد. لازم والسويد اكيد ما حنخلي بلد، فرنسا، بريطانيا. رح اعطيك انا اوريدي زياد عم بحضر حلقه لتنزل، بس كل دوله رح اعطيها حقها ان شاء الله. ميرسي كثير، طول عمرك. توقع يعني. شكرا 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 مدام ليلى، يعطيك العافيه. شكرا.